شوكويزي ينطرح بالكرة، شوكويزي الوان تول تلعب كرة داخل منطقة جزاء بورونتي، ترجم الدفاع هذا الأسلوب، كرة من تيتي التمرير في مناطق بورونتي، التسديد والحارس جوناثان نهيمانا. نيجيريا لو تسجل في الشوط الأول سيكون منتخب النسور أولاينا. كرة في مناطق بورونتي، أليكس أوبيمور عرضية خطيرة ولكن إلى أين؟ كرة من تشاكويسي بعيدة إلى ضربة مرمى، كانت تحتاج لذهب إلى موطنه الأصلي الكونغو. التسديدة وانطلاقة كرة لصالح الفريق البورونتي، كرة في اليسار عند أليكس أوبي، أليكس أوبي محاولة خطيرة ديريك أميسي مرة كرة هجمة سريعة لبورونتي والكرة تضيع، كرة تضيع يستسلم ينقل كرة عند أليكس أوبي، أليكس أوبي أليكس أوبي سبب أليكس يكسب ركنية. أليكس النيجيري ولد في نيجيريا وبكر يحرر فريق المنتخب النيجيري أكثر. كرة داخل المنطقة رأسية ضيعها جون أوبي ميكيل، جون أوبي ميكيل يضيع أمام الإعادة مرة أخرى. جون أوبي ميكيل رول كرة تضرب العارضة، حارسهم سيء، حارسهم سيء جدا، كرة أساء تقديرها رأسية، محاولة خطيرة من جانب منتخب بورونتي، كرة من جانب إنسابي يس. أليكس وانتظار مساندة يلعب كرة داخل المنطقة السهلة عند جوناثان أنا بيجيري مانا باتجاه المرمى والحارس أكبي. كرة لنيجيريا تلعب داخل المنطقة، تلعب كرة باتجاه المرمى والحارس، تصدي من أكبي حارس مرمى المنتخب النيجيري. هذا هو اللاعب رقم 17 سيدريك في هولندا وهو من اصغر اللاعبين في هذه البطوله. تيبو منتخب بورونتي يلعب بشجاعه كبيره، كره تنتهي لخارج الملعب، تغيرت الخارطه الكرويه الافريقيه بخدمه هذا الفريق. كره تلعب داخل منطقه جزاء بورونتي راسيه الى ضربه مرمى من كينيت اوميرا، كينيت اوميرا صاحب تكوين بدني قصة ساندي اوليسي. كرة تلعب في مناطق بورونتي، تختم الدفاع، تختم من ننتظر تنفيذ الكورنير. كرة داخل منطقة جزاء بورونتي، الكرة تنتهي لخارج الملعب. المنتخب النيجيري اخر انتصار لي على مستوى كاس افريقيا في لقاء الفاينل في جوهانسبرغ امام اليكس اوبي، حاول مراوغة اليكس مرر، محاولة لنيجيريا والكرة تبعد من الدفاع البولندي. فاينل احمد موسى، ينطلق احمد موسى، موسى كرة عرضية والحارس البولندي جوناثان بالمرصاد لها. البلد اللي استعمره الالمان وبعدها سلموا الالمان، راينو يرجع كرة بيراينو. الفريق البولندي طامع في وضعية نيجيريا، كرة تصوب إلى خارج الملعب، ضربة مرمى للسرعة على المنتخب النيجيري. كرة من بيتر وسط القائم الثاني، فرصة للتسديد، شبل شوكويزي، شوكويزي مر، شوكويزي، شوكويزي، كرة لضربة مرمى. فنان هذا النيجيري، يمتلك إمكانيات كبيرة. تلك شوكويزي يذكرني 76 على حساب تونيريا وانديه الكاميروني. هذه كرة تصوب والحارس أكبي يتعلق، أكبي تصدى والكرة للركنية. بورونتي المفاجأة، المفاز مع أرسنال. كرة تلعب وسط القائم الأول، تختبر الدفاع بلدي عول على اللاعبين اللي ينشطوا خارج ملاعب بورونتي. في الجهة اليسرى يلعب كرة ممتازة، إيكالو، إيكالو والدفاع والحارس، كرة معابر الحارس جوناثان. إيكالو في أول كرة، تحرك ممتاز، يلعب كرة في اليسار، أولاينا، أولاينا بالكعب، كرة خطيرة، إيكالو، 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 لا يرحم إيكالو، والجمهور النيجيري أكيد سيقول أوشي بابا، أوشي بابا، يعني شكرا يا بابا، شكرا يا بابا، شكرا يا إيكالو. إيكالو يسجل هدف للفريق النيجيري بعد معاناة كبيرة. إيكالو المحترف الصيني مع الشنغهاي، كرة تفلت من الدفاع